الاول. رانيا فعلا كانوا بيسموكي في المدرسه هند رستم؟ تعجب لي الكلام يا عم بقى ليه كده؟ يقول لك ايش جاب لي جاب بتحطيني قدام القطر. كانت لا 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 اللي بيقول عليهم كده سمير صبري كان بيروح، هي هم كانوا في دار التربيه فكان يروح لهم المدرسه يقول لي دخلت لقيت هند رستم وفاتن حمامه. كان يقول على عبير فاتن حمامه ورانيا هند رستم عشان شعرها بيفك بقى شعره وليس فبينزل اصفر فبيتفك فبيلاقي نكشه شعرها بقى خلاص شعرها ساح. هي بس مش انا كنت انت كنت بتضفري على الله ارجع من غير الضفيره دي، فهي المشكله كان اصحابي بقى البنات يروحوا شادين الاستك من اخر الضفيره فالشعر يفك بقى كنت ادفرهم على طول الصبح ورايحين المدرسه ما يروحوش حد بشعر ساي. كنت بتفرحي بقى يقولوا عليك هند رستم؟ هو وانا طول اصلا احنا هنهزر، دي هند رستم دي اول صفحه في كتاب الستات ما كانتش الغلاف يعني. وانت تفرحي بفاتن حمامه؟ اما هاديه. طيب